محمد ميكالي يطلع الفريق الاول ولا يعمل؟ انا رايي لا. وانت؟ الفريق الاول والكابتن حسام حسن. بعد حسام حسن يعني انت يقعد فين لحد بعد حسام؟ اصل الكلام اللي طالع الجهابزه. لا بس برضه ما يصحش يبقى عندنا مدير فني. لا ما ينفعش للمنتخب. ولو ما عندناش الراجل ده للسن ده. لا لا بس. ما عند... لا يا كابتن غير والله للسن ده لا بس. لا لا ما هو في نقطه، لو ما عندناش مدير فني هقول لك فكره كويسه، لان انت عندك منتخب محتاج يتجهز لكاس العالم 26، فمحتاج عناصر في تبديل دلوقتي في الاجيال، فمحتاج لعيبه صغيره عشان 26 يبقوا 25 26 سنه. كابتن ماشي، مدربين متخصصين في السن ده ما ينفعش لما يكبر للكبير. اصلا لا يليق اناقش الفكره دي والكابتن حسام حسن دي فني لا طبعا مصر. بس انت عارف الكلام اللي بيتقال كتير غلط، فعشان ننصح الناس لا ياخدوا قرار. انت عايز تستفيد بيه بقى طبعا يفضل في منتخب 2005 او اصغر ماشي. المعسكر الفرقه 2005 اللي بتتحضر للاولمبياد هو دي اللي يمسكها. ما 2005 دي مع الكابتن وائل كان شغال معاه. يعني لو الرؤيه دي ان هم منزلين وائل يمسك لغايه لما الراجل يخلص ويرجع معاه تاني تبقى رؤيه ممتازه. يعني دي احترام تتوقع عندها رؤيه. عشان كده مخلين وائل شويه في 2005 دي، لان وائل مدرب كويس بس ما يشيلش منتخب اولمبي ومنتخب كبير داخل على التصفيات لوحده. اعتقد ان الراجل ده هيرجعه. ليه ما يشيلش لوحده ليه يا كابتن؟ ده وائل يا كابتن داخل على 50 سنه. كابتن المنتخبات غير الانديه كابتن. منتخبات غير الانديه كابتن. ايوه وائل كويس جدا ومحمد شوقي كويس جدا وعبد الجليل كويس جدا. خبراتهم في المنتخبات ايه؟ تيري كام سنه؟ عدى ال 50. مين؟ تيري انري. لا تيري اتبهدل، شال الاصعى مع منتخب بلجيكا وكان مساعد وبيتمرن الفراوده بس. طب ما وائل اتبهدل شال الاصعى برضه. ايوه كابتن. مع كابتن شوقي غريب وهنا وهنا انا معاه ومسك مساعد هنا في 100 نادي. كويس يعني هو يعني كان واحد نادي ايه؟ لا المنتخبات غير الانديه يا كابتن. انا قصدي بس اصل انتوا من الناس اللي عانت من ده. صح؟ صح. لان انتوا كنتوا في جيل يعني بص اقل من 60 سنه ما ينفعش يبقى مدرب، يعني كان المفهوم كده ان المدير الفني ما كانش يبقى 60 سنه. ايوه صح. انا بقول لك لازم يبقى كبير وخبرات وشعر ابيض وبتاع صح؟ فانما يعني ليه يعني وائل رياض بعيد عن يعني انا باخد وائل كنموذج، ممكن انت تبقى رايك مختلف دي حاجه تانية، بس يعني واحد زي وائل رياض ولا محمد شوقي ولا الاجيال اللي هي زي عبد الرؤوف بتاع البلديه اللي مشي زي يعني في 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 ايمن عبد العزيز يا كابتن يعني لسه بتناقش انا والدكتور. الناس في المغرب حضروا الرجراجي ده حضروه ازاي؟ والرجراجي كام سنه يعني؟ ايوه ما اتحضر صح. انت محضر معتمد جمال بقالك 15 سنه استفدت بيه؟ خالص. انت عشان ما حضرتوش انت بالبركه. والكابتن الاثنين بتوع اسمه محمد وهبه ومحمود جابر مش مسكوا منتخبات يا عيني. وراحوا عادي بالظبط ما تحضروش. عشان احنا عندنا توزيع مدربين بيبقى مش بتخطيط ولا لا لا بالحسابات. احنا هنحط هنا هو وليد عايز حد من الاسماعيليه فتعال نجيب فلان بس عايزين حد من الاهلي مدرب اهلي حط معاه مساعد زمالك احط معاه مساعد زملكاوي. طب خلي الدكتور اهلاوي. طب خلي بتاع حراس المرمى زملكاوي. انت لو مجهز في المنتخبات ثلاث اربع مدربين بس صح وسند هم صح هتستفيد بيهم. هو مين نجوم الدوري دلوقتي في التدريب؟ علي ماهر. طب علي ماهر بقاله قد ايه ماسك مدير فني؟ بقاله 10 سنين. طب علي ماهر عنده كام سنه دلوقتي؟ يعني اصغر من يعني قول 54 52 سنه. 53 54 سنه وماسك بقاله 10 سنين مدير فني او 8 9 سنين. يعني كان علي مؤهل طبعا. علي مؤهل يمسك منتخب اولمبي. لا ما هو علي مش بدا مش كان ماسك مدير فني عنده 44 45 سنه. احمد سامي مؤهل دلوقتي نفس الفكرة؟ طبعا ايوه انا قصدي كده يعني ليه لا يبقى في عندك سيبك مش مهم يبقى الرياض اي يعني ليه يبقى عندك مش بتكلم على الرياض تدريبيه تكتشفها مدربين صغيرين وتشتغل. طب اسالك سؤال يا كابتن محمد شوقي ده كان مشروع هو فين اصلا محمد شوقي؟ راح الاداريات ده التخطيط راح مع النادي الاهلي لما لقى المنتخبات. ده انت يا راجل ده كان شغال مع كيروش. ما غلطان يا كابتن شرب ايه اللي رجعه اداريات تاني؟ انزل الملعب يا شوقي وشيل الاصعى وروح امسك ممتاز بيه وتشح وهترجع تاني منتخبات. انما من المدرب عام في منتخب مصر لاداري او مدير اداري يعني هو ده التاسيس يا كابتن في النادي الاهلي. بس شوقي مش مدير اداري شوقي مساعد كابتن وليد سليمان اداريات مش اداري مش ملعب فني. لا ما بيمرنش ملعب. ما هو يا كابتن ما هي مرن ايه ده لسه عنده 40 سنه. ما هو انت بقيت انت نزلت ملعب مع كيروش منتخب مصر
يبقى تفضل في الملعب. الاداريات دي انت قصدك شباب مشروع مدرب جدا يكتمل. انا معرفش ليه يعني ما فيش منظومه بتساعد على ده يا كابتن عبد الجليل. هو انت عندك اتحاد فاكر مدربين اصلا؟ ما كانش فاكر ان في حاجه اسمها رخصه. انا 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 كابتن واحد زي معتمد الجبال ده شرب 15 سنه من المنتخبات ده يشيل اي نادي. يعني احنا ده نقعد نقول ايه؟ عايزين ننزل بالسن للحكام، عايزين ننزل باللعيبه في المنتخبات للتطور مدربين. نفس الفكره، انت المفترض تكتشف مدربين وتصنع مدربين وتشتغل على مدربين وتأهل مدربين. انا بحط مدربين يا كابتن ده قدام ده وده قدام ده، وعندك نجوم كبار جدا في اخر 10 سنين. الاجيال بقى تبارك. لا فين حسن عبد رب؟ لا فين الجيل ده بقى كله؟ هما ما فين حسن عبد رب؟ الجيل ده كله صحيح يعني حمص. يعني انت كان عندك حمص وجد جد مساعد في بيراميدز صح. محمد زيدان فين؟ زيدان كان راجل محترف على الموسم مثلا. احمد حسن، احمد حسن ده دماغ احمد حسن الصقر وجرب، بس ما فيش منظومه تساعد. فهو بالنسبه له انا ليه بقى هفضل يعني احفر في الصخر؟ انا كابتن عرفت ان الدنيا انا محمد شاو انت فين شادي محمد؟ ازاي ترجع تاني تبقى اداري لسه ماسك مشرف على كره نسائيه في الاهلي؟ فين شادي محمد بالتدريب او في الاداريات؟ اه فين وائل جمعه؟ بالظبط وائل مسك شويه مدير كوره ما عادش مع كده ست شهور ومشي. انا قصدي ان عندك اجيال وناس اسماء على اعلى المستويات واسماء الخبرات. يعني انت جزء من نجاح تيري هنري اسمه واشتغل على هم دول. لا واسمه وشخصيته طبعا وناس تعمل له 100 كاريزما ده تيري هنري برضه. انت اول ما بتيجي تتكلم قبل ما تشوف فرنسا بتقول ده مسكهم تيري هنا المهاجم الفز. خد بالك كابتن في مدربين اتحضرت صح في تونس كانوا محضرين يا كابتن كابتن معلول. يا كابتن زمان عندنا هنا في مصر كل شويه غريب اتحضر ازاي؟ بالظبط برافو عليك. ده كان مساعد الدكتور محمد علي الله يرحمه في الشباب في التسعينات. فاكر كام شويه غريب كان مساعد مع محمد علي؟ ما هو ده اخر تحضير. فاكر الدكتور محمد علي؟ طبعا الله يرحمه الله يرحمه كان عشان كده ده الجيل الوحيد اللي اتاسس صح وطلع صح وعمل انجازات. والكابتن احمد سليمان غريب وحسن شحاته واحمد سليمان معاهم طبعا وحماده صيفي شحاته وكان معاه كابتن اسماعيل يوسف وكان يعني كان زمان بيطلعوا مدربين يا كابتن صح. هو كابتن حسن شحاته لو جيت تشوف مشواره يا كابتن اتاهل ازاي عشان يبقى مدير فني منتخب مصر ويحقق النجاحات دي الناس ما خدتش بالها ان حسن شحاته مطلع الشرقيه من الدرجه الثانيه وطلع المقاولين واخد بيهم الكاس وطلع المنيا من الدرجه الداخليه بيطلع الفرقه من الدرجه الثانيه. فاكر للممتاز انت كان عندك مدرب محترم اسمه ايهاب جلال دبحته خلصت عليه طبعا. يعني انت كان عندك مشروع مدرب للمنتخب ده فتره طويله بس انت مع اول قلمين قلت لا هو رموم الطياره يعني والطياره كانت ماشيه باين ومسافرين خدوا قرار وراح خدوا قرار في الطياره وراح كوريا. تقول لي تخطيط يعني بتحرق ابنك وبتحرق يعني قصدي ان انت عندك كل سنه بيعتزل لعيبه كبار صح؟ فين طارق السيد وطارق السعيد ومش دي كلها لعيبه منتخبات كبيره؟ بيطلعوا بره بيستفيدوا بيهم بره في الخليج بياخدوا خبراتهم. انما انت لو لميت ال 10 15 واحد دول وعملت بيهم فرق وسكنت في كل حته 2 3 وابتديت تمرنهم و2008 و2010 ده جيل. انا مستغرب ان الجيل ده ما طلعناش منه 3 4 مدربين. لا ولا ايه خد بالك لا مدربين ولا اداريين ولا مسؤولين ولا اي حاجه خالص الناس ما لقتش. خد بالك حتى سيد معوض مسك مساعد في المنتخب بس بعيد ازاي عن المنتخبات؟ يعني واحد زي سيد معوض ما تكمل ان انت اديته فرصه من المنتخب واديته فرصه المدير الفني بيختار عشان لها حسبه غير فنيه. ازاي ما تدلوش فرصه يكمل عشان عشان الحسبه مش كده. حسبه فيها مجاملات وفيها مصالح وموازنات وفيها علاقات وموازنات لا والمدرب اللي هيجي يصدعنا ويقول عايز. لو انت عبد الجليل مش شاطر بقى في الحسبه دي بتعرف بقى يعني تظبط امورك ولا حد يفتكر خالص. هتقول انا هات لي واحد متعين ده النبي اللي بيتكلم وبيطالب بحقه بيمشي يا كابتن عبد الجليل. ده مشوا كيروش عشان الراجل كان بيطلع ينتقده ويقول لهم عايز كذا وعايز كذا وعايز سيستم وعايز بتاع. اسهل حاجه لو زعلوا من كيروش ان قال لك انا بعلم الاساسيات في التمرين عنده حق. هيقول لك هيجي لنا سيد يفضل يقول لنا انا عايز والتسلم. مش عارف ايه وعايز معسكر كذا وعايز تعملوا لي سيستم كذا وانا اجيبه ليه وصدعني؟ ما اجيب اللي اقول له يمين يمين شمال شمال. وعندنا دلوقتي مجد عبد العاطي وعندنا احمد عيد عبد الملك وعندنا اسامي كتير على اعلى مستوى دي كلها اسماء لعيبه صغيره ومدربين كويسين. اسف مدربين بس دي ليه ما تتحطش معاهم؟ طبعا علي ماهر. علي ماهر ده وعبد الرؤوف بتاع البلديه طبعا وعبد الرؤوف ده طالع لك اهو
يعني وايمن عبد العزيز وايمن لا لا واشتغلوا مع خسارة. مديرين فنيين كبار وشوقي مخلود اشتغلوا مع اشتغلوا منتخب يا كابتن ايمن عبد العزيز قعد سنتين مع فيتوريا وشوقي اشتغل مع كيروش السنين الخبره دي تروح فين؟ والرياض ما لازم يديها للمنتخبات اللي بعديها ما تعينوه تاني عينوا الناس دي تاني يعني اللي لعب في المنتخبات او مره منتخبات شويه بتحضروا ليه؟ بتحضروا ليه؟ انت جبته وحطيته مساعد ليه؟ علشان لما الجهاز يمشي انت ترميه كابتن طب في اربع مش. منتخبات بيتحضروا دلوقتي 8 و7 و10 مع الاحترام للناس اللي ماسكه ناس محترمه جدا بس بعاد لسه حسين عبد اللطيف احمد الكاس وائل شيتوس اسامه نبيه الوحيد اللي هيستفيدوا منه في منتخب 2007 ونفس دول يا كابتن عبد الجليل شوف انت عارف لما المراحل المنتخبات دي تخلص هيمشوا لو اتركنوا عرفوا وهيتركوا ناس جديده ولا دول هيدخلوا المنظومه هتلاقيهم بعيد برضه اتحطوا يعني على جنب وهتلاقي ناس جديده جت وهكذا ما احنا بالك يا دكتور انا في المطبخ حسين عبد اللطيف مدرب كويس قوي بس كان في الممتاز بعيد وبعدين كان ماسك السيدات اجيبه امسكه منتخب ناشئين دلوقتي احمد الكاس طول عمره بحري ومحترم ومدرب كويس يا جماعه قصه الناشئين دي ومنتخبات الناشئين دي عايزه ناس متخصصه واحد زي ربيع ياسين ده عارف يعني ايه الناشئ ده ويتكلم معاه ازاي شغلته اصلا يا كابتن والله زي ميكيلي ده ميكيلي مع البرازيل خد الذهبيه بيعرف يتعامل مع السن ده تحس ان ده كانه تخصصه برافو عليك ده المجال ده بالك بيروح بالك الفرقه اللي مع ميكيلي دي بتاعت كابتن ربيع انا بقول لك عارف كده الفرقه اللي كانت في الشباب انا عارف المدربين اللي في مصر اللي بيشتغلوا بايديهم ورجليهم بيروح بيلف كان بيلف في مصر كلها كابتن عبد الجليل ويقعد يعني كان معاه ابراهيم عادل وكان معاه شحاته وكان الناس دي كلها من تحت ايده يعني ده اللي كان فحت في الصخر فعلا محمود صابر الوحيد في الاربع منتخبات الناشئين اللي كلمني اسامه نبيه يا كابتن عبد الجليل احنا ما لحقناش مين اللي ترشح عندك كويس في الفرق شوف ال انما الباقي كله ابعت اي حاجه لا يا اخي ده في رؤساء قطاع كانوا بيكلموا الكوره اتصل بيه انت بتبعت اي لعيب تاخده اي لعيب كده وخلاص ويجي ويتفرج يا كابتن عبد الجليل ويشوف بنفسه لكن انت بتستغرب ان واخد ده يا انت مجامله للاعب الله اعلم يا كابتن يعني انت اللي رؤساء القطاعات دي يا اخي شوف مين اللي ماسك اسامه نبيه محترم فاهم مين يا جلجل اللي عندك يا ابني انا بقالي كذا في فلان وفلان كويسين بص عليهم والمعسكر اللي بعتيه هبعت لك اتنين بص عليهم لغايه لما ما هو ده التعاون انما كل واحد لا يتصل ولا ويبعت منتخب مصر منتخب مصر يا اخي لا